سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ في الموسم الثاني ديالو. بطل حلقتنا اليوم هو لاعب كرة قدم، إنسان ورقيقي وفنان، وقدر أنه يوحد الجماهير الرجوية والودادية بتنادي بالاسم ديالو. بطل حلقتنا اليوم هو لاعب كرة القدم المغربي مصطفى شكري الملقب بيتشو. تزاد مصطفى شكري نهار 21 نوفمبر 1947 بالضبط بحي كارلوطي اللي كاين في درب السلطان، وكيف ما كتعرفوا فدرب السلطان هو المعقل ديال المقاومه والنضال وديال الفن وديال كره القدم والرياضه. بعد 3 شهور من الولاده ديال مصطفى شكري غادي توفى الوالده ديالو، وغادي تربيه جده، وغادي ترضعو الفنانه الكبيرة الله يرحمها الحاجة الحمدوية، لأنها كانت بنت الدرب ديالهم. مصطفى شكري غيكتشف موهبة كرة القدم في الأحياء ديال درب السلطان، وغتبان الموهبة الكروية ديالو، خصوصا إلى عرفنا أن الأب ديالو عمر شكري كان أحد الأطر ديال فرق الأحياء، وكذلك من المنقبين على المواهب الكروية. وهنا بدأت كتبان الموهبة ديال الطفل مصطفى شكري، خصوصا انه لعب مع فرق الاحياء ديال درب السلطان، وغادي الجماهير ديال درب السلطان غادي تلقبوا بواحد اللقب على الاسم ديال بيتشو، النجم بيتشو اللي كان لاعب ديال فريق الراسينغ البيضاوي في بدايه الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. هنا كل شيء ولكن نادي على مصطفى شكري بالعود او بيتشو. في منتصف الستينات غادي يكتشف الإطار الوطني والمنقب على المواهب الكروية السي عبد القادر جلال على الموهبة ديال بيتشو، وغادي يتابعوا في الدوريات ديال الأحياء ديال درب كارلوطي وكذلك ديال درب السلطان، وغيتم المنادات عليه للقلعة الخضراء والانضمام لفريق الرجاء الرياضي. سنة 1966 غادي يلتحق في هذه السنة بالضبط مصطفى شكري او بيتشو فريق الرجاء الرياضي، الرجاء اللي كان كيضم اسماء مخضرمه وكويريه ورقيقيه في رقعه الميدان. على سبيل الذكر كادي يلقاو بهيجه عليوات سعيد غاندي حمان بنيني عبد السلام جديدي الروبيو، والقائمه طويله من اللاعبين اللي كانوا كيمثلوا الفريق الاخضر انذاك. بيتشو غادي يتألق مع فريق الرجاء البيضاوي لمدة 9 سنوات بأداء مبهر وبالطريقة الكروية ديالو، خصوصا أنه كان ديما معروف أنه هز راسه للسماء بحال العود. هادشي اللي خلى عنده شخصية كبيرة وقوية داخل رقعة الميدان، وكانت الجماهير الكروية كلها كتهتف بالاسم ديال بيتشو بيتشو بسبب المراوغات ديالو والتقنيات ديالو. صراحة بيتشو في ذاك الوقت كان عبقري في كرة القدم. بيتشو بعد ما غيضمن المكانة ديالو الأساسية في فريق الرجاء البيضاوي مع هذه الأسماء اللي ذكرنا، غيتم المنادات عليه للمنتخب الوطني المغربي، وغادي يكون في القائمة الأساسية اللي غادي تشارك في كأس العالم مكسيكو 1970. بيتشو اللي قدر يفرض المكانة ديالو داخل المنتخب الوطني وداخل مجموعة من اللاعبين، إلى ذكرنا العميد باموس، ذكرنا فارس، ذكرنا بابا، مجموعة من الأسماء اللي كانت في ذاك الوقت أسماء كبيرة واسم رنان في كرة القدم. بيتشو اللي قدر يفرض المكانة ديالو والأساسية ديالو مع المنتخب الوطني المغربي، وغادي يمشي مع المنتخب كيف ما قلنا في اول مشاركه للمنتخب الوطني المغربي في كاس العالم في مكسيكو 1970. بيتشو اللي بين على تقنيات ومهارات عاليه
داخل رقعة الميدان، خلاته يكسب الاحترام كيف ما قلنا ديال العميد دريس باموس. وما أدراك دريس باموس في ذاك الوقت؟ خذ بيتشو مجموعة من المباريات رفقة المنتخب الوطني المغربي، غير أنه ما كانش أساسي في المقابلات، وكان كيعتمد عليه المدرب اليوغوسلافي فينديك في ذاك الوقت، كيعتمد عليه كاحتياطي. غادي نمشيو لسنة 1975، وبعد 9 سنوات قضاها بيتشو مع فريق الرجاء، غادي تنتهي قصته مع الفريق الأخضر، خصوصا وأن مجموعة من المشاكل وقعت ليه مع مسؤولين تما في الرجاء، خلافات مع مكونات أحد مكونات الرجاء اللي خلاته يفكر ماديا مغادرة القلعة الخضراء. بعد ما قنع بيتشو رئيس فريق الرجاء آنذاك اللي كان عبد الواحد معاش، أنه قرر مغادرة فريق الرجاء وتغيير الأجواء. بيتشو كان في الطريق ديالو للتعاقد مع فريق كبير في ذاك الوقت، وأحد مكونات كرة القدم البيضاوية اللي هو فريق الطاس. لكن الراحل محمد الخلفي كان عنده سبب أنه يجيب بيتشو للغريم ديال فريق الرجاء اللي هو القلعة الحمراء لفريق الوداد الرياضي، وبهكذا غادي يتعاقد بيتشو مع فريق الوداد الرياضي البيضاوي. الجماهير الرجاوية، وبعد ما سقط الخبر بأن بيتشو التحق بفريق الوداد، خصوصا أن الفريق الأحمر هو الغريم الأبدي والدائم للرجاء البيضاوي، خصوصا أن بيتشو تعرف الاسم ديالو عند الرجاويين أكثر، ما غاديش يعجبهم الحال. لكن الطريقة الاحترافية والفنية والمهارات والتقنيات ديال بيتشو غتخلي لا الوداديين ولا الرجاويين كلهم يهتفوا باسم واحد، بيتشو 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 يا فنان. وكان هذا الانتقال أكبر مفاجأة في تاريخ الكرة القدم المغربية في ذاك الوقت. بيتشو اللي غادي يتوج مع فريق الوداد الرياضي البيضاوي بلقبي ديال البطولة، ولقبين من كأس العرش، ولقب كأس محمد الخامس الدولية. غادي نجيو لسنة 1978، وبالضبط مدينة الدار البيضاء. الأجواء هي الديربي البيضاوي ما بين الرجاء والوداد. هاد الديربي اللي ما غاديش تنساه الكرة القدم المغربية، وكان حدث بارز وقع في هذاك الديربي، كان النجم ديالو هو مصطفى شكري بيتشو. بيتشو اللي كانت هاد المقابلة ديال الديربي بالنسبة ليه مباراة تأرية، وكان وعد هذاك السيد اللي كان سبب في مغادرته الفريق الرجاء، وقال ليه هذا الماتش غادي يكون أسوأ نهار في حياتك، واللي آخر مرة تقدر تفرج مازال في ماتش ديال كرة القدم. فريق الوداد اللي كان متقدم في ديك المقابلة بهدف لصفر، بعد تألق ديال بيتشو غادي يقوم بعدة مراوغات داخل الكاري ديال 18، غتتم العرقلة ديالو من طرف الحارس ديال فريق الرجاء، الحكم غيسيفلي بيلانتي، وغيتم طرد حارس الرجاء. لاعبي فريق الرجاء وكذلك الجماهير الرجاوية ما غيعجبهمش الطرد ديال الحارس، بانه كان تعسف، وما بيتشو غير دار انه طاح وكذا وكذا، غينوض صداع في ذاك الماتش. الجماهير اللاعبين الرجاويين غيخرجوا غينسحبوا من المقابلة، غيمشي الحكم انه يرجعهم. بيتشو شنو غيدير؟ بيتشو غيهز الكرة وغادي يمشي البوان، النقطة ديال ركلة الجزاء، البوان ديال فين كان تيرو البيلانتي، غيحط الكرة وغيجلس فوق منها وغيربط الحزام ديال الحذاء ديالو ديال القوطاس. هاد اللقطة اللي بقات عالقة في الأذهان ديال الأجيال ديال الجماهير الودادية، وغترجع هاد اللقطة بعد 41 سنة من وفاة بيتشو، بالضبط في مباراة الديربي بين الرجاء والوداد في كأس محمد السادس للأندية العربية. فالجماهير الودادية وبالضبط أولترا الوينرز غادي ترفع تيفو كبير، وفي رسالة واضحة للجماهير في هذا التيفو، فيه بيتشو، الرسم ديال بيتشو وهو جالس على كرة القدم. هذا التيفو اللي خطف الأذهان ديال كل جماهير الكروية المغربية واللي خارج المغرب، كانت فيها كما قلت رسالة
هاد الرسالة مكتوب فيها طال الانتظار، أي 41 سنة على ديك المقابلة ديال الديربي اللي كان نسحب فيها فريق الرجاء البيضاوي، وكانت اللقطة ديال بيتشو وهو جالس على الكرة وكيحزم الحذاء ديالو، كانت لقطة جد معبرة وبقات في الأذهان ديال الكرة المغربية. رسالة مشفرة ومفهومة فقط عند جماهير فريق الرجاء وإلترا الوينرز. الرسالة اللي مكتوب فيها طال الانتظار، أي 41 سنة على مقابلة لم يكتب لها النهاية. بيتشو بعد تألق ديالو مع فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد البيضاوي غادي يوصل لسن 32 سنة، هنا غادي يقرر رئيس فريق الوداد آنذاك الحاج مكوار الله يرحمه أنه يفكر ماليا في المستقبل ديال الشاب مصطفى شكري. الحاج مكوار اللي غيسهل بيتشو المأمورية باش ينتقل للدوري السعودي وبالضبط الفريق الوحدة السعودي. بعد هذا الانتقال ومن بعد بيتشو ما غيحط الرحال في فريق الوحدة السعودي، المسؤولين ديال هذا النادي السعودي غيتبهروا بطريقة اللعب وبالتقنيات وبالمراوغات. صافي بيتشو دوخ هذاك المسؤولين ديال الفريق بطريقة اللعب ديالو، ما يمكنش هذا لاعب مغربي، هذا يمكن راه برازيلي وجابوا لنا المغاربة. غيأكدوا لهم انه لاعب 100% مغربي، خرج وتلمد من المدرسة الكروية ديال درب السلطان، لعب في الرجاء، لعب في الوداد، في المنتخب الوطني، غياخذ الانظار ديال الجماهير السعودية في الدوري السعودي. لكن وللأسف كل الأشياء الجميلة لا تكتمل، فبعد مجموعة من المباريات اللي خدها في الدوري السعودي وبالضبط في نادي الوحدة السعودي غيتصاب مصطفى الشكري بوعكة صحية اللي عجلات النهاية ديال نجم ديال كرة القدم المغربية. مجموعة ديال التساؤلات اللي طرحات في هذه الوفاة الغامضة ديال مصطفى الشكري، كاين اللي كيقول بانه تصاب بكونسير ديال الامعاء، كاين اللي قال انه مات مسموم، حتى شي واحد ما عنده الجواب الصحيح في هذه الوفاه الغامضه ديال بيتشو. غيتوفى الراحل مصطفى شكري الملقب بالعود او بيتشو نهار 22 يناير 1980 بالديار السعوديه. بيتشو ما ماتش، بيتشو مازال في القلب والذاكره ديال الجماهير البيضاوية والمغربية، هو في وجدان كل المحبين والمهوسين بكرة القدم المغربية. بيتشو الإنسان والفنان والرياضي والرقيقي اللي قدر يوحد الجماهير الرجاوية والودادية باش تهتف ليه باسم واحد، بيتشو يا فنان. حلقتنا اليوم سالت، نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ، خليت لكم الهنا والراحة. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.